احتفلت بلدية مدينة دبا الحصن بالتعاون مع المجلس البلدي اليوم بمناسبة أسبوع التشجير الأربعين. تضمن الاحتفال مبادرة زراعة الأشجار في الدوائر الحكومية بمدينة دبا الحصن بحضور مديري ورؤساء الدوائر الحكومية، كما قامت البلدية بتوزيع شتلات على الجمهور إلى جانب كتيبات ونشرات لتوعية الأهالي بأهمية التشجير وطرق ووسائل الزراعة الحديثة وكيفية العناية بها والمحافظة عليها. إن الاهتمام بالتشجير جزء من ثقافة المجتمع وتوعية الجمهور بأهمية الحفاظ على البيئة والتشجيع على زراعة النباتات المحلية ودورها في المحافظة على المظهر الحضاري والجمالي لمدينة دبا الحصن. وللتشجير فوائد كثيرة مشاهدينا، أهميتها ومن أهمها الحفاظ على البيئة إلى جانب توسيع الرقعة الخضراء وإبراز جماليات المنطقة الشرقية. مشاهدينا متواصلين وياكم في حلقة اليوم، لكن عندنا وقفة قصيرة وبنرجع، خلكم ويانا. شفنا مشاهدينا هذه اللقطات الأكثر من رائعة لهذه المدينة الساحلية الجميلة، مدينة كلباء. واليوم أيضا بما أن قلنا عن الإبداع والابتكار، عندنا تصوير فلكي واللي يعد من نوع من أنواع التصوير الضوئي واللي يركز على رصد وتوثيق الأجرام السماوية في أوقات الليل وحتى النهار. معنا اليوم هاوي في التصوير الفلكي الأخ تميم التميمي، مصور فلكي وعضو في جمعية الإمارات للفلك. صبحك الله بالخير تميم، وحياك الله ويانا. يعني تصوير فلكي هنالك في إبداع في الموضوع، هنالك نقدر نقول في صعوبة وصبر في هذا التصوير مثل ما ذكرت تميم. كلمنا عن البدايات، يعني ممكن ذكرت تميم أن بدايتك كانت من تصوير القمر وحتى وصلت للكواكب والأجرام السماوية، كلمنا عن هذه البدايات. أولا بسم الله الرحمن الرحيم وأشكركم على هالاستضافة. العفو، هذا واجب. مثل ما ذكرت يا أختي، بدينا أولا بتصوير القمر، كنت أحب أصور القمر، فشوي شوي وارتقينا إلى أن استوعبنا مثلا، يعني أخذت لي كاميرا فيها زوم عالي الحمد لله. فيوم صورت القمر في لقطة من اللقطات صورت القمر وكان حذالها كوكب زحل، إنزين، فكان في اقتران يسمى اقتران فلكيا. فبس صدفة أنا بس أزوم على الصورة شفت حلقات زحل من نفس الكاميرا، فمن بعد هالصورة توجهت للتصوير الفلكي أكثر. ليش اخترت تميم يعني التصوير الفلكي بالذات؟ يعني دائما عندما نستضيف مثل المصورين يكونون مصورين محبين للطبيعة للوجوه وغيرها، ليش اخترت التصوير الفلكي بالذات تميم؟ لأن والله أنا أحب هالشيء، أحب موضوع الفلك بشكل عام، وثانيا فيها نوع من التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى،
يعني من هذا ان انا اكون شيء يعني ما اخذ نفس الشيء الكلاسيكي الناس كلها تصوره، لازم طبيعه تصور مثلا تراث توصل ليلي، لا نتوجه لشيء صح انه متعب، نضطر نطلع مسافات بعيده، مناطق يعني ما فيها اضاءه ونصور رد البيت، نعالج الصور تاخذ ما ثلاث ساعات ساعتين، ها كل عسر تطلع بصوره واحده. كيف تعالجون الصوره تميم؟ يعني باستخدام برامج معينه؟ برامج يعني. اربع برامج تقريبا، اربع برامج على صوره واحده، على هي عسر تطلع صوره واحده. نعم، شو البرامج مثلا اللي حبي التصوير ممكن هذه يستفيدون من هذه المعلومات؟ لا، في برنامج تشبكينه بالكاميرا تعطينا اوامر انها تصور، بعد ذلك في برامج معينه تدمج الصور وتطلع الفريمات اللي مو بزينه، بعد ذلك شيء برامج تعطيك التباين اللوني، اخر شيء نحطه في الفوتوشوب تحسين تعديل ونحط البيانات. نعم. يعني اللي لاحظت ايضا من مصوري الفلك يعني تميم انهم يحتاجون الى صبر، يعني المسافه. صحيح. ومثل ما ذكرت انه ممكن تقطع مسافات طويله حتى تصل الى مناطق معينه ما فيها تلوث ضوئي، ما فيها حتى تكون صور ابداعيه مثل ما المخرج الحين يعرض لنا على الشاشه. كلمنا عن هذه المناطق اللي ما تحتاج الى تلوث ضوئي حتى تكون صوره ابداعيه مثل ما نشوفها الحين على الشاشه. حلو. عندنا مناطق مثل جنوب الامارات، من يعني من خط بضبي العين وانت سايره ينوب، صوب مثلا الختم، خزنه، رزين، حميم مثلا، وليوه، ما فيها اضاءه هذه او تلوث اضاءي، هذه بعيد عن الاضاءه. فهناك نحن نشوف السماء غير عما نشوفه هنا، يعني منظر السماء غير، يعني ما ادري هل انتم تروحون مناطق بعيده. وهذه الصور نتكلم عنها بعدين نرجع للحديث. بالنسبة للألوان وغيرها، إيه، فنشوف السماء غير عما نحن نشوفها بالعادة، يعني تكون النجوم واضحة، ماشي مكان في السماء إلا وفي نجم هني عندنا، بس نشوف بعض النجوم معينة، خمسة ستة نجوم مثلا، لكن من نصير المناطق البعيدة لا نشوف وايد، نشوف أشياء يعني. وهذه صورة خسوف تميم ولا اللي قبل شوي عرضها المخرج يعني باللون الأحمر؟ باللون الاحمر اللي كانت خسوف القمر. هي هذه كانت خسوف القمر، وهذا كوكب المشتري. جميل، كوكب المشتري. يعني كم صوره الحين نقدر نقول موجوده عندك تميم؟ انا عندي وايد صور. وايد صور دائما يوميا تروح تصور؟ لا مش يوميا، ناخذها في نهايه الاسبوع. نهايه الاسبوع، لان فيها سهره للفجر تكون اليوم الثاني. يعني بعد شيء متعب. رد البيت مثلا الصبح تقريبا الساعه 7 8. وايضا الى جانب مثلا انك تروح مناطق لتصوير الفلك وهذه الامور، لك ايضا تصوير على سطح البيت مثل ما ذكرت تميم. كلمنا عن هذا التصوير. من البيت طبعا نصور فيها، نصور القمر، ما يحتاج الى مثلا انك تكون بعيد، الكواكب ايضا ما نحتاج ان تكون مناطق بعيده، بس هالكواكب اكثر شيء وعندك القمر. يعني شوف انا شدتني صوره بالحقيقه تميم، من هذه الصوره احس ان فيها تدخل للالوان ولا هذه بطبيعتها؟ لا هي شيء طبيعتها، ما في تدخل الوان، ما في فوتوشوب، ما في شيء. بس نحن بس نسوي تباين، ما نضيف الوان، ما تضيف الوان. يعني تقريبا 150 صوره تم جمعها وتكديسها ببرامج التكديس المختلفة. هني هذه 150 صورة؟ 150 صورة مدمجة ببعض. نحن يوم نصور ناخذ معلومات أكثر. فيوم نصور مثلا 100 صورة، 150 صورة، حتى السحاب اللي هي الغبار الكوني هذا يطلع أكثر. فمثلا أنا إذا صورت بعد أكثر راح تطلع بعد بيانات أكثر. نعم. ما في يوم فكرت أنك يعني تترك هذه الهواية؟ يعني أحس أنه ممكن تكون من الهوايات الصعبة، ومثل ما ذكرنا أنه تحتاج إلى صبر وقوة تحمل. ما فكرت مثلا تبتعد عن هذه الهواية؟ لا، أنا عندي هواية اللي هي الخط العربي. فكنت باديها من أول، ويت هاي في النص. في توافق بينهم الخط العربي والتصوير الفلكي تميم؟ لا أبداً. هو كله شيء تراثي يعني. من الفلك كانوا أيام البابليين يعني. معروفين بموضوع الفلك. والخط العربي بعد شيء قديم يعني. أثناء حوارك يعني أحسك أنك ما شاء الله ملم بمعلومات الفلك والفضاء وغيرها. الحمد لله. ما درست هذا التخصص، لكن هل أنت على اطلاع دائم سواء كان يوتيوب وبحث بحوث وغيرها؟ إيه، بحوث بشكل شخصي. يعني حتى نطلع مستقبلياً شو راح يصير مثلاً. كان عمل مثل امس كان عندنا القمر اللي هو الثلج، بدر الثلج البارح، هذا مثلا احنا نعرف انه بيكون خلال هالشهر، بيكون في شهر 3 عندنا بدر العملاق
بيكون جميل، القمر بيكون بشكل كبير. يعني ايضا حتى الجهات ممكن تدعمكم تميم، يعني مثل ما ذكرت ان في كسوف الشمس كانت هنالك جهه داعمه لكم بحيث انكم تصورون هذا، كان في تعاون بينه وبين الوكاله، وكاله فضاء الامارات. نعم، ما تشوف لك معارض تميم ليش؟ بعد توني باد يمكن سنتين. لا ما شاء الله عليك مبدع، يعني ما تفكر مثلا باقامه معرض؟ والله اخر معرض شاركت فيه كان فكرته عن الخط العربي، ويوم المنظمين شافوا ان عندي جانب في التصوير قالوا لي شارك بكم من صوره، فمن ضمنها حطيت هاي الصوره. هذه الصوره المميزه في الحقيقه. وطلبوا مني ورشه، وسويت ورشه بعد عن التصوير ورش الفلكي. ايضا للصغار والكبار من ناحيه التصوير الفلكي، ويبنى لهم تلسكوب وشافوا القمر منه وايضا لك ورشه في احد المدارس تتكلم ايضا عن التصوير. كلمنا كيف تشوف اقبال الاطفال لمثل هذا التصوير، يعني حابين هذا المجال او هذا التخصص؟ هم بالنسبه لهم يكون صعب ان كيف تصور مثلا قمر وغيره، صعب ان هذا الموضوع، لكن في عندهم حب لهالشيء، يحبون خصوصا من يشوفون هو ما يهمه خشيه التصوير، هو يشوف من التلسكوب يشوف القمر يشوف الكواكب يستانس انه يشوف شيء يعني غريب. نعم، ما يشوفها دائما. انزين ليش يعني نقدر نقول ما نشوف لك ايضا اعمال على اليوتيوب مثلا تميم؟ على اليوتيوب لا، ما بس انا عندي موقع شخصي. عندي يعني موقع عندك موقع شخصي؟ عندي موقع شخصي اسمه tamim.ae، نفس tamim.ae، واحط دائما في انستغرام وحط في تويتر بشكل شبه يومي. نعم، وما نشوف مصوري فلك بشكل كبير، يعني نقدر نقول على المستوى المحلي يعني المصورين يعدون على الاصابع. هي ليش؟ والله لانها مكلفه. مكلفه من اي ناحيه؟ المعدات يعني؟ هي معداته، ثانيا تاخذ وقت، يعني في بعضهم انا اعتبر مبتدئ، في بعضهم يصورون مال 6 اشهر على صوره واحده، عشان يطلع بصوره واحده. هي 6 اشهر يعني مثلا يروح اخر الاسبوع يصور مال 3 ساعات، بعد شهر يصور مال بعد 3 ساعات، يجمع هالصور كلهن عشان يطلع بصوره حلوه. وكل مصور محترف هنالك في قدوه له، تميم التميمي منو القدوه له في مجال التصوير الفلكي؟ والله الشباب اللي هني مثل واحد اسمه عبيد مصبح، اول واحد من الشباب اللي شفته مصور فلكي. منه انا حتى استفدت موضوع انواع التلسكوبات. وعندنا أنس البني بعد ما شاء الله عليه مصور محترف، كذا واحد بس ما يحضروني أساميهم. في بعض من السعودية، في شباب وايد بعد من السعودية، ترك العمري ما شاء الله عنده مرصد فلكي خاص في البيت. نعم، يعني سعيدين جدا بالحوار معك تميم التميمي، واكيد يعني ابدعتنا بهذه المناظر الجميله من خلال هذه اللوحات او حتى الصور، ونشوف ان شاء الله او نستضيفك ان شاء الله في المرات الجايه عند اقامه معرض خاص فيك، معرض للتصوير الفلكي. كل الشكر لك تميم التميمي، ويعطيك العافيه على هذه الجهود. شكرا لك. مشاهدينا بعدنا عندنا تقرير تميم، وان شاء الله بعدين بعد الفاصل ان شاء الله. مشاهدينا، هنالك العديد من الامراض التي قد تصيب مريض السكري، منها مرض القدم السكري الذي تظهر اعراضه في القدم كالتورم والقروح وغيرها من الامور. نشوف هذا التقرير اللي يتكلم عن النوع من انواع السكري، وبنرجع لكم، خلكم ويانا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم اليوم دكتور محمد محمود شحاتة، أخصائي الجراحة العامة وجراحة المناظير والجهاز الهضمي. هنتكلم اليوم عن موضوع يهم ويخص كل مريض سكر، وهو موضوع القدم السكري. القدم السكري بيصيب مريض السكر بعد إصابة مريض السكر بفترة، وذلك نتيجة لاعتلال الجهاز العصبي وجهاز الدورة الدموية الطرفية، وذلك بيشمل الطرف العلوي والطرف السفلي. ولكن إحنا بنسميه قدم سكري بناء على كثرة إصابة الطرف السفلي أو القدم تحديدا بالجروح والكدمات والتورمات والالتهابات، وذلك ناتج عن حاجتين اتنين. احنا قلنا في الأول اعتلال الجهاز العصبي اللي هو بينتج عنه ضعف الإحساس بالأعصاب الطرفية، وكذلك الشبكية بتاعت العين بيبقى فيها ضعف إبصار، فما بيشوفش الحاجة اللي هو بيصطدم بيها أو الحاجة اللي بتدخل جوه رجليه. نمرة اتنين اعتلال الدورة الدموية الطرفية، وبناء عليه الإحساس بالألم بيقل، وفي نفس الوقت ما بيشوفش كويس اللي بيحصل، وما بيتنزلش دم ممكن ناتج عنه زي الجروح العادية في المريض العادي.
طيب بيحصل ايه بعد كده؟ بيحصل ان المريض ما بيحسش ان في حاجه دخلت في رجليه، وبيتعامل مع حياته العاديه يوميا، الى ان يحصل ان يحصل فيه مشكله كبيره، يحصل التهاب يتطور بعد كده لالتهابات صدريه وتلف في الانسجه، الى لا قدر الله يحصل الى ما لا يحمد عقباه. بننصح مريض القدم السكري دائما وابدا، اول حاجه واهم شيء هو تظبيط اكله وغذائه، وده اهم شيء. نمره 2 تظبيط علاجه، ولازم ياخد العلاج في مواعيده. واهم شيء بعد كده اتباع التعليمات اللي هنقول عليها، وخاصه تخص القدم، عشان يتمتع بالصحه وعافيه دائمه، اللي هو نمره 1 تنظيف القدم باستمرار، نمره 2 ترطيب القدم وخاصه عند الكعبين، نمره 3 تنشيف دائما بين الاصابع وخاصه بعد الوضوء، نمره 4 تقليم الاظافر بطريقه ان هو ما بيجيش، يعني ما بيقصش الظافر جامد، او بتقليم الاظافر يبقى عن طريق الصافه وتبقى طريقه معقمه ما بيستخدمش ادوات الغير، وكذلك لبس الاحذيه الواسعه اللي هي غير مدببه، بتبقى واسعه من قدامه اللي هي زي الاحذيه الرياضيه، وخاصه بننصح الستات بالذات ان هم ما يلبسوش الاحذيه الكعب العالي، لان ده بيؤدي الى زنق مشط الرجل او الصابع قدام. اهم شيء في هذه المنظومه كلها هو مراجعه الطبيب باستمرار لملاحظه اي تغيرات بتحصل على مريض القدم السكري او مريض السكر بصفه عامه. كذلك بننصح المريض ان هو لازم يشيك على رجليه يوميا، او المرافق اللي معاه بيشيك على رجليه في حاله حدوث اي حاجه لا قدر الله، بيسارع باستشارة طبيبه المعالج ليه. متعكم الله بالصحة والعافية. تابعنا مشاهدينا هذا التقرير اللي يتكلم بشكل مختصر عن هذا النوع من الأمراض اللي هو القدم السكري، وكيف أن الواحد ممكن يقي أو حتى يعالج هذا المرض، وكيف ممكن يتعامل معه. مشاهدينا قبل شوي أخذنا التصوير الفلكي مع المصور تميم التميمي، والحين عندنا تقرير أيضا عن التصوير اللي هو تصوير تحت الماء، وهو التقاط صور مختلفة تحت الماء. وهذا النوع من التصوير يمثل تحديا كبيرا، لأنه يتطلب معدات وتقنيات مخصصة جدا، وأن تقوم بشيئين مختلفين في نفس الوقت، فأنت تجمع بين إتقان مهارة الغوص وأيضا مهارة استخدام الكاميرا تحت الماء. تابعوا التفاصيل في هذا التقرير. التصوير تحت الماء هو عملية التقاط صور تحت الماء، وعادة ما يتم بواسطة القوس أو السباحة. وهذا النوع من التصوير يمثل تحديا كبيرا، لأنه يتطلب معدات وتقنيات متخصصة جدا، وأن تقوم بشيئين مختلفين في نفس الوقت، فأنت تجمع بين إتقان مهارة القوس أو السباحة ومهارة استخدام الكاميرا تحت الماء. لهذا النوع من التصوير قواعد وأساسيات تختلف عن التصوير العادي. فالتصوير على الأرض له ثلاثة أبعاد، طول وعرض وارتفاع، تستطيع التحكم بها تماماً لتحصل على الثبات. لكن للتصوير تحت الماء أنت بحاجة للتحكم في حركتك بكافة الزوايا لتحصل على لقطات ثابتة. لذلك فالخطوة الأولى تكمن في تعلم الغطس، بالإضافة إلى رؤية الأجسام تحت الماء تظهر أكبر من حجمها الطبيعي، وهو ما يجعلك ترى مسافات مختلفة للأجسام المراد تصويرها. فإن أفضل صور ولقطات الفيديو تكون في مدى الذراع، أي حوالي 50 سنتيمتر، لكي تظهر بوضوح. تقل الإضاءة تحت الماء كلما قطست لمسافات تزيد عن 15 متراً، وهو ما ينتج عنها اختفاء بعض الألوان كالأحمر، الأصفر والبرتقالي. ولذلك فأنت بحاجة إلى فلاتر تضيف هذه الألوان لكاميرتك. أفضل وقت للتصوير بين الساعة 11 صباحاً حتى 3 ظهراً، وقت عمودية الشمس التي تساهم بدورها في إضاءة الأجسام تحت الماء وتشبع كل الألوان. يكون التصوير من أسفل لأعلى
للاستفادة من طبقات الإضاءة وانعكاساتها. إذا كنت تريد تصوير الأسماك، فأفضل زاوية هي التي تظهر السمكة بعينيها الاثنتين وتظهر الزعانف كاملة، لذلك أفضل مكان لالتقاطها من الأمام، ويفضل القراءة عن مكان التصوير وأهم أنواع الأسماك وأنواع الكائنات البحرية التي تعيش فيه وسلوكياتها وكيفية التعامل معها في حالة الاقتراب منها أو مهاجمتها لك، والتدرب على الثبات الانفعالي والهدوء في حالة أي سلوك غير متوقع. ومن أعماق البحار وهذه المناظر الجميلة لكم مشاهدين، وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم. لقانا إن شاء الله باكر في حلقة جديدة بمواضيع مختلفة. إلى ذلك الحين تقبل تحياتنا عائشة الأنصاري وتحيات جميع طاقم العمل، نتمنى لكم يوم سعيد.